بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المزيد العالم السادة رؤساء السادة السيدات والسادة المديرون العامون والإدارات السامية لوزارة الداخلية والعدل السيدات والسادة الضباط والإدارات والأعوان السادة الضيوف الصحفيين حضرات الضيوف الكرام، تحل اليوم الذكرى 67 لعيد قوات الأمن الوطني الداخلي، حيث نحييها بكل فخر واعتزاز وامتنان لكل ما حققته قواتنا من نجاحات وإنجازات. وإني أتوجه بهذه المناسبة إلى كافة أعوان قوات الأمن الداخلي من أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنية وسجون وإصلاح، بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل التضحيات التي يبذلونها في سبيل إعلاء راية الوطن والدفاع بكل استبسال عن حريته. كما أترحم على أرواح شهداء المؤسسة الأمنية من كل الأسلاك في حربهم على الإرهاب، وأؤكد على مواصلة وزارة الداخلية مساندتها لعائلات الاتهام والإحاطة بها والعناية بالمصابين والجرحى متمنيا لهم الشفاء عرفانا بجليل تضحياتهم في خدمة الوطن. وإننا وإطماحي هذه الفكرة المجيدة تحت شعار الأمن الجمهوري دعامة للديمقراطية وحماية للوطن، نؤكد على الدور المحوري لقوات الأمن الداخلي في ضمان المحافظة على الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال حفظ الأمن والنظام العامين والتوقي من الجريمة ومكافحة وحماية الحدود وحماية الحدود البرية والبحرية وتحت الإرهاب والفكر المتطرف ومقاومة التهريب والاحتكار وتأمين السلامة المرورية والنجدة والبقاء. كما لا يفوتني في هذا السياق التنويه بصدور مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية المسابق عليها بمقتضى الأمر عدد 240 سنة 2023 مؤرخ 16 مارس 2023، والتي تهدف إلى تكريس المقاصد السامية للعمل الأمني القائم على مبادئ سيادة القانون وعلمية الحق، حق الحياة واحترام الحقوق والحريات العامة والفردية واحترام كرامة الذات البشرية والحفاظ على سمعة المؤسسة الأمنية والسلم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجديد قيم العمل الأمني القائمة خاصة على إعلاء الراية الوطنية والقيم الإنسانية النبيلة واحترام مؤسسات الدولة وتأدية المهمات وفق التعليمات الصادرة في إطار احترام القانون وعلمية المصلحة الوطنية. كل ذلك وفقا للقواعد السلوكية لعلاقات العمل ولممارسة المهام ولقواعد الاتصال والتواصل مع العموم والإعلام مع مراعاة مقتضيات الأمن القومي تماشيا مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المنظمة لعمل قوات الأمن الداخلي ومجموعة المبادئ المتعلقة بمجال الإنقاذ وإخفاء القوانين. وستضع وزارة الداخلية الآليات الكفيلة بضمان حسن تطبيق أحكام هذه المدونة من خلال إعداد المدونات التطبيقية وإدراج أحكامها ضمن برامج التكوين الأساسي المستمر مع توفير مرجعية واضحة للرقابة والتفقدية والمساءلة من خلال وضع منظومة فعالة للتنظيم وتلقي الشكايات. ونثمن اعتماد وزارة الداخلية لسياسة وزارية جديدة في مجال التفقد والرقابة تتضمن 5 ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الحوكمة المؤسساتية لهيئة التفقد وتوفير إطار قانوني لمرجعية
المهنية، قوامها الحماية القانونية، الوظيفة لوظيفة المتفقد في أداء مهامه وتكريس مبادئه الموضوعية والحياد والتوقي من أعمال الفساد، مع اعتماد مدونة سلوك خاصة بالمتفقدين وأدلة إجراءات عملياتية موحدة على المستوى العمليات والتأديب. كما نراهن على حرص رؤساء هيئات التفقد بالالتزام بتجسيد مقتضيات هذه السياسة والخلاف منتسبيها في تنزيلها بما يدعم المنهج الإصلاحي بالوزارة ويرتقي بآليات الرقابة والمساءلة إلى المستوى المعايير الدولية والممارسات المحمولة. كما لا يفوتني المثل على المجهودات المبذولة من قبل وحدات إعلامية في طرح تصدي ظاهرة الهجرة غير النظامية، وأن أثمن الدور المحوري الذي لعبته وزارة الداخلية في تفعيل الإجراءات الرئاسية لتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة بتونس وتيسير الإجراءات المتعلقة بهم وحماية مختلف الجاليات. كما أثمن الدور الأبولي لفريق الحماية المدنية المختص بالبحث والإنقاذ خلال الزلازل المدمرة التي ضربت الشقيقة سوريا والبلد الصديق تركيا، وهي المهمة الأولى خارج حدود الوطن، وذلك منذ تصنيف الوحدة المختصة للحماية المدنية طبقا لمعايير الهيئة الاستشارية العليا للبحث والإنقاذ إيساغار. وأشيد كذلك بمساهمة وحدات الأمنية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال المشاركة المتميزة لعناصرها في مهمات حفظ السلام الأممية. السيدات والسادة الحضور، نحيي اليوم هذه الذكرى الوطنية، وقد حققت قواتنا الأمنية نتائج متميزة في مختلف محاور العمل الأمني، وساهمت في إنجاح مختلف التظاهرات الوطنية والدولية التي احتضنتها بلادنا بكل حرفية، خاصة الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، والقمة 18 للفرنكوفونية. هذا بالإضافة إلى الامتحانات الوطنية والاستفتاء والانتخابات التشريعية. إن أبناء المؤسسة الأمنية رجالا ونساء من كل الأسلاك والاختصاصات، كما عهدناهم في خدمة الوطن والمواطن، ومثلما لمستم خلال زيارتي إلى الوحدات الأمنية في المناطق الداخلية والحدودية، وأينما وجدوا عازمون على مضاعفة الجهد والبذل والعطاء للذود على حرمة الوطن والمحافظة على مكاسبه. وإني أدعوكم لمواصلة العمل في اتجاه تدعيم جاهزية القوات الأمنية وتطوير منظومة التكوين والتأهيل ودعم القدرات وتحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة الخدمات المزداد وتقريبها وألسنة العلاقة مع المواطنين. أجدد التهنئة لكل أفراد قوات الأمن الداخلي في عيدهم 67، وأخص الإطارات والأعوان الذين شملهم التكريم الرئاسي صباح اليوم، وكل الذين سيتم تكريمهم في هذا الموكب الجليل وفي المواكب الجهوية تحت إشراف السادة الولاد، وكل الذين تحصلوا على ترقية، وأتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح لما فيه دوام الأمن ومناعة تونس وتقدمها وازدهارها. كل عام وأنتم بخير، كل عام وتونس بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من الدواعي الفخر والاعتزاز أن أشارك العائلة الموسعة لمختلف
استهلاك قوات الامن الداخلي في هذه الفكره المجيده. الفكره 67 لغير قوات الامن الداخلي تحت شعار الامن الجمهوري بعمل الديمقراطيه والحمايه الوطنيه. ويطيب لي بهذه المناسبه ان اتقدم الى كافه اطارات وخصائص واعوان قوات الامن الداخلي من امن وطني وحرس وطني وحمايه مدنيه وسجون واسلاك باحر التهاني واسمع عبارات الشكر لمن شملتهم التغطيه او التوقيع. واختم هذه المناسبه لاعرض لجميع اطارات ورفقات واعوان قوات الامن الداخلي عن خالص تقديري لما يبذلونه من تضحيه جمع والتفاني في العمل والصبر على الحفاظ على امن البلاد وحماية الوطن من كل المخاطر والتهديدات والتصدي للمعتدين في إطار الاحترام التام للقانون والالتزام الكامل بالحقوق والحريات، وهي كما نعلم جميعا الشروط الأساسية لأمن الجمهوري كمقوم من مقومات الدولة الديمقراطية وعاملا من عوامل تنميتها. ونستحضر بكل تقدير وإجلال ككل سنة ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة أرواح شهداء المؤسسة السجنية والأمنية والعسكرية الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن راية الوطن وتصديا للاعتداءات الإرهابية الغادرة، داعين إلى الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جنانه. وإذ أكمل العزيمة الصادقة والتفاني في أداء الواجب بكافة إطارات وضباط وأعوان قوات الأمن الداخلي، فإني كذلك أحيي فيهم ما يتحرون به من تضحية وروح معنوية عالية للحفاظ على أمن البلاد وتوفير مقومات الأمن والأمان والتنمية والازدهار لتونس وشعبها. كما أدعو بهذه المناسبة الوطنية المجيدة إلى مضاعفة الجهود والتفاني في أداء الواجب على أكمل وجه ومواصلة العمل بنفس الروح والتضحية وتوفي أعلى درجات اليقظة والصيغة في الحفاظ على أمن بلادنا في إطار الالتزام التام بالقانون. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير للوطن، ولا عاش في تونس من خانها، وكل عام مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكل أبطال تونس.